لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية: أي ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيرا. وعن ابن مسعود: يعني الجن. هذا أصح الأسانيد في هذه الثلاثة، يعني ثلاثة أقوال أنها نزلت في آلهة المشركين الأصنام، والقول الثاني أنها نزلت في عيسى وعزير والملائكة. الجزء الخاص بالملائكة يتوافق مع القول الأول، لأن هذه الأصنام اعتقدت قريش أنها ترمز للملائكة بنات الله، ثم اختلط الرمز بالمقصود بالرمز وصارت الأصنام تسمى آلهة اللات والعزى ومناه. أخذوا أسماء مؤنثة من أسماء الله، اشتقوا أسماء مؤنثة من أسماء الله الحسنى، اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، لأنهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله. ناسب الجن تزوج من بنات سراتهم وأنجب الملائكة، أخذوا هذه الصور سموها بأسماء من اشتقوا لها تلك الأسماء، زعموا أنها تشفع لهم. فأنزل الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإضافة إلى ذلك، من كان مثل هذا، من كان يدعو أحدا من دون الله وهذا المدعو هو يعبد الله وهو من الصالحين، فالملائكة وعيسى وعزير من الصالحين. القول الثالث قول ابن مسعود: يعني الجن، يعني الجن الذين أسلموا. هذا ثبت في الصحيح، أسلم الجنيون وبقي من كان يدعوهم من دون الله على شركهم، وقد أسلم هؤلاء. والصحيح أن الآية عامة في كل من دعي وعبد من دون الله وهو يعبد الله في حقيقة الأمر بالتقرب إليه وخوف رحمة وخوف عذاب ورجاء رحمته وخوف عذابه، الحب والخوف والرجاء. فكل من يعبد الله سبحانه وتعالى ويغالي فيه بعض الناس فيعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله لتفريج أو كشف أو رفع الضر أو منعه، فهم لا يملكون ذلك ولو كانوا من الصالحين. لا يملك ذلك إلا الله، ولا يجوز أن يدعوا على سبيل الشفاعة ولا على سبيل التوسل، طالما أنه صرف لهم العبادة ودعاهم لكشف الضر أو لتحويل الضر أو لجلب النفع
فقد وقع تماما فيما وقع فيه المشركون. ولذلك دخل في هذه الآية من يعبدون الأولياء، وإن لم يسموها عبادة ولكنهم يصرفون لهم حقيقتها حين يدعونهم من دون الله، ويقولون يا سيدنا فلان أغثنا، يا سيدنا فلان أمدنا بالمدد، أو اكشف عنا العدو، أو ارزقنا وأمطر علينا السماء وانتقم لنا ممن عادانا، ومن يطلب النقل من وظيفته إلى وظيفة أخرى، من من السيدة زينب مثلا، من يطلب من السيد البدوي أن يعطيه ولدا، يرزقه ولدا لأنه لا ينجب، ونحو ذلك مما يفعله الناس عند قبور من يعتقدون ولايتهم، ومن هم أولياء ثابت ولايتهم، ولايتهم ثابتة، ومع ذلك فلا يلوز أن يدعوا من دون الله. فالملائكة ولايتهم ثابتة، وعيسى ولايته ثابتة، وعزير ولايته ثابتة، والجن الذين أسلموا ولايتهم ثابتة، ومع ذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، مع أن الله أنزل أن الملائكة فيه يعني فيها المدبرات أمره، لكن هل يدبرون الأمر من قبل أنفسهم حتى يطلب منهم تدبيره، حتى يعتقد فيهم أنهم يفعلون إذا طلب منهم ذلك، إذا طلب الناس منهم ودعوهم على الغيب؟ نعوذ بالله. هذه القضية من أخطر القضايا التي يعني وقع قديما صور من الشرك بسببها، وهو صرف العبادات للأولياء، وأتى بعد ذلك من ليسوا بأولياء ولكن الناس ينسجون حولهم القصص والأساطير التي تظل تحكى يوما بعد يوم. والعجب أن بعضهم كان لا يصلي. سمعت مؤخرا كلمة لأحد المروجين لهذه الخرافات يقولون أن السيد البدوي كان فعلا لا يصلي لا الجمعة ولا الجماعات، ولكن الجهل يقول لك ده مش ممكن يبقى ولي. لا، ده هو وصل إلى يعني حصلت له حالة من القبض فصار لا يستطيع أن يخالط الناس، وده كله بإشارات، وده كله يعني إيه الإشارات؟ يقول لك الأولياء ما بيتحركوش إلا بالإشارات، جات له إشارة يروح مكة، جات له إشارة يروح العراق، جات له إشارة آخر حاجة أنك أنت تقعد في ريف مصر في بلدة اسمها طنطدة. طنطدة دي اللي بقت طنطا بعد كده. فهو استغلالها جهل الناس، وبعدين كان عنده حالة من البسط فكان بيخالط الناس، وكان ملثم. بيقول لك ليه؟ يعني عشان كان جميل قوي والستات بيفتتنوا بيه، فراح جاي ايه من كتر النسوان ما بيغزلوا فيه راح جاي مغطي ايه وشه، وعاش عمره كله ما اتجوزش. وبعدين راح جاي طالع فوق السطوح، حتى بيسموه السطوحي، فكان يعني لا يصلي جمعة ولا جماعة. يقول لك بقى في حكم المريض، المريض هو في كمال العافية ولا يحضر الجمعة ولا جماعة، ويقول لك من أولياء الله الصالحين. واختراع القصة طبعا معروف، أنه هو ابن دقيق العيد قال له يا أحمد إن طريقتك ليست سديدة، فإنك لا تصلي ولا تصلي الجمعة. بل ظاهر القصة اللي هم بيروانه كانش بيصلي خالص، فقال أسكت وإلا طيرت دقيقك. فراح جاي زقه وجد نفسه في جزيرة لا يعرف طولها من عرضها، فوجد رجلا مهيبا فقبل يديه ورجليه،
انا ما اعرفش واحد واحد قابل واحد ما يعرفوش جاي على طول كده. ومين العلماء دول؟ ابن دقيق العيد، فقيه المذهبين المالكي والشافعي، يروح جاي على طول منكب يبوس رجلين واحد ما يعرفوش. وبعدين قال له: ما الذي جاء بك الى هذه الجزيره؟ قال: وقع بيني وبين احمد البدوي كذا وكذا. فقال: لقد جئت بامر عظيم، جريمه كبرى كبيره من الكبائر، ان انت بتقول لاحمد البدوي ايه؟ انت بتصليش ليه؟ فقال: اتدري كم بينك وبين القاهره؟ قال: لا ادري. قال: بينك وبينها سفر 60 سنه. يا سلام، لحظه واحده. فازداد هما وغما، فقال: من ينجيني من هذه الورطه؟ فقال: لا ينجيك منها الا سيدي احمد البدوي. وده من يطلع مين بقى ده؟ يطلع الخضر. يعني الخضر اللي بيعلم سيدنا موسى بيقول على احمد البدوي ايه؟ سيدي. ربنا يرحمنا يا رب. والناس تصدق الكلام ده وتعتبره ايه؟ علامات الولايه. فقال: ما السبيل الي؟ قال له: عند القبه الخضراء اللي هناك دي، هيجي يصلي العصر مع اولياء الله الصالحين من اقطار الارض. كانش بيصلي بقى قدام الناس، بس هو اكيد بيصلي فين؟ في الجزيره البعيده دي اللي يعني في المريخ دي، اللي هي تصل 60 سنه سفر. ما انه حته فيها 60 سنه سفر، والعياذ بالله. اصبح هؤلاء، راح بقى هناك وقال له: انت تظهر له الانابه والخضوع وتدي له ناصيتك، قربات في الحقيقه. فقال له: خلاص مش هتعمل كده تاني. قال له: خلاص كده. فرجع زقه الزقه، لقى نفسه في بيته، رجع مصر تاني، وجد نفسه في الايه؟ في القاهره مره تانيه. وخلاص، ومن ساعتها بطل يقول للسيد البدوي ايه؟ صلي ولا ما تصليش. وسبحان الله، الى هذا الحد من الخزعبلات. ودلوقتي الحاجات زمان دي كانت بتتحكى في الايه؟ في مجالس الجهل. دلوقتي بقت بتتقال على الفضائيات، وتتقال في على التلفزيون، وفي المجالس، وفي الجرايد. نسأل الله العافية. اختراع ولاية، يعني فضلا بقى عن ان كثير جدا من القبور فاضية، ولكنها صارت موئلا للناس يذهبون اليها، يدعونها، يدعون اصحابها من دون الله عز وجل، بل يضربون الامثلة على ان دعاء الله عز وجل لا يستجاب، ولا يفرج كربا، ولا ينجيهم الا ان يستغيثوا بالأموات. يحكوا قصة في الاستغاثات، واحد عامل كتاب اسمه الغوث، يقول لك كان في ناس في ركبوا مركب وهاجى بهم البحر، فجعلوا يستغيثون بالله ويقولون: يا ربنا أغثنا. فلا يزداد الموج إلا ارتفاعا، حتى إذا كادوا أن يغرقوا قال أحدهم: لا ينجيكم من ذلك إلا أن تستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن الموج وصار البحر كالزيت. سبحانك ربي سبحانك، نعوذ بالله من الشرك. يعني الناس المشركين اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، وتركوا دعاء غير الله. وهؤلاء صار إيه؟ لا، دي يضربوا الأمثلة عشان يخدعوا الناس إن بيدع ربنا ما بيجيبش نتيجة، والعياذ بالله. وإن اللي بيدعي الأموات بما في ذلك رسول الله هو اللي سكن له البحر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا فعلا شرك البعض أشد من شرك المشركين. وكل ذلك باسم التوسل. تيجي يقول لك إيه الكلام ده؟ أصل أنتم مش فاهمين اللغة، ده مجاز. طب ما المجاز حذف المضاف، يعني يا سيدي فلان مدد، يعني يا رب امدنا بمدد سيدي فلان. طب ما كانوا المشركين يقولوا الكلام ده، انهم بيقولوا الا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك ملكته وما ملك، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. سبحان الله. الايات دي احنا يعني كيف يعني إيه يعني تخفى على الناس وهم حافظينها ومعاهم قراءات فيها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يقول لك ده في الاصنام. الاصنام كانت ملائكه، صور للملائكه، وكان عيسى وعزير، ما هم نبي وعزير، اما نبي واما ولي.
والجن الذين أسلموا أولياء صالحين لله كانوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجن، فكل هؤلاء صالحين، لكن كيف يعني تدعوهم وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويل؟ يرتكب الشطط أكتر يقول لك لا يملكون، يبقى أكفر من مشركي قريش إن هم يملكون كشف الضر بس يزود بإذن الله. ما المشركين كانوا يقولوا كده بالظبط، يقولوا ملكته وما ملك، بس يعني أنتم يعني خدعتم الناس. الجفر ده بيقول لك إن الولي قادر على أن يخلق في بطن المرأة جنينا بإذن الله، يبقى إذن ما فيش مشكلة إن يروح يقول له إيه يا سيدي فلان اديني عيل، اديني عيل يا سيد، رزقني بطفل، واحد عاقر ولا عقيم ولا واحد ما بيخلفش، يروح يطلبه من السيد البدوي ذلك، ولا من الدسوقي ولا من مرسي ابو العباس. كانت هجمة عجيبة، وكلها كانت في زمن واحد بعد سقوط الدولة الباطنية، بعد انتهاء ملك الفاطميين، هجرة من المغرب خصوصا لها مركز الدولة الباطنية ونشأتها. الفاطميين دول جايين منين؟ من المغرب، بني العبيديين. فهو لما سقطت دولتهم بدأ هجرة من كثير من بلاد الأندلس والمغرب اللي هما تمركزهم، وأتوا إلى بلاد مصر خصوصا التي كانت عاصمة دولتهم اللي هي القاهرة، وانتشروا بقى في أجزائها المختلفة. كانوا كلهم في زمن واحد متفاوت. الشاذولي جاي من هناك، المرسي أبو العباس من مرسيليا في أسبانيا حاليا أندلس، وكل واحد منهم سكن مكانا وبثوا الألفاظ الفظيعة في وسط الأذكار المزعومة. يعني الشاذولي اللي بينتسبوا له كلهم طرق الشاذولية ونحو ذلك، في ورد موجود في الحزب الأكبر ولا ما عرفش اسمه إيه كده عندهم، حزب الكبير، اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، مش كده؟ انت عندك ولا إيه؟ كنت شاذولي زمان؟ لا بس على فكرة يعني ده أنا إخوة كده كانوا مع ناس لقوا معهم الورد ده، فالمهم كلموهم كلمتين فخدوا منه الورد فجابه لي، فلقيت فيه البتاع ده. أنا كل لما كنتش يعني إيه كنت بقراه في الكتب لغاية ما لقيته في ورد من ورد الشاذلية، رجبوه لي من القطر ده، وطلع إن هو مكتوب في كل أوراد الشاذلية، يعني دي حاجة متفق عليها عندهم إن التوحيد. ها عندهم ده كل ده، ما الحروف دي بقى كل حرف له سر يا عم. كادن كادن صفاقس طفطي طفلوش، استغفر الله فعلا والله. اللهم إليك المشتكى. هذا الأمر فعلا من أخطر ما تتعرض له الأمة، أنه بالفعل يدمر عقيدة التوحيد والاتباع. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله كلاهما يضيع مع هذا الأمر. يعني كان إن كان تفطلوش ده ولا الوقت اللي بغلط فيها دي، يعني واحد بيكلم كلام يقنع الناس بأن هذا من الدين دون أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة، القرآن وسطنا موجود بيننا والسنة أيضا موجودة بيننا، إزاي نترك الكتاب والسنة ونأخذ هذه الخزعبلات؟ ولهذا بالله هذه الآية الكريمة تقطع جذور الشرك لمن تأملها، إنها أصلا نزلت في مين؟ في أولياء صالحين. نص الآية أنهم يدعون الله، أنهم يتقربون إلى الله، أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي القحط 7 سنين على قول مقاتل، ولا تحويل من الفقر إلى الغنى، ومن السقم من السقم إلى الصحة، أو تحويلا للضر إلى قوم آخرين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال أولئك مبتدأ، الذين يدعون، الذين صفة، أولئك الذين يدعون ضمير الصلة محذوف أي يدعونهم،
أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم، أولئك المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبتغون ده خبر المبتدأ أو يكون حالا، والذين يدعون خبر، هو صح لا؟ أن الذين يدعون أولئك الذين يدعون مبتدأ وصفته، يبتغون خبره، أي يدعون إليه عبادا، إلى عبادته، يدعون إليه عبادا، يدعون عباد آخرين، يعني يدعون إلى عبادة الله عز وجل. أولئك الذين يدعون، هو فسرها على الأول، يعني التفسير الأولاني إن هو أولئك الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أما بقول على الثاني بقى، والذين يدعون خبر، أي يدعون إليه عبادا إلى عبادته. أولئك الذين يدعون، فيها صعوبة جدا في توجيه الوجه الثاني ده، يعني هم يدعون إلى الله، وده كده بس التفسير بتاعها في صعوبة توجيهها العربي، يعني اللي انتم بتدعوهم هم بيدعون عباد الله إلى عبادة الله. وقرأ ابن مسعود أولئك الذين تدعون، وده ترجح القراءة المعنى الأول على الخطاب، والباقون قرأوها بالياء على الخبر، ولا خلاف فيه يبتغون أنه بالياء. وفي صحيح مسلم من كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن. وفي رواية قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وعنه أيضا الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب، ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد وعزير وعيسى يبتغون، يطلبون من الله الزلفة، يبقى يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني الزلفة، يعني القربة، القربة التقرب إلى الله، يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء والميم في ربهم تعود إلى العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعا، هي الظاهر على المعبودين، الظاهر ان هم يبتغون الى ربهم الوسيلة، هم انتم تدعوهم وهم بيتقربوا الى ربهم. قال واما يدعون فعلى العابدين، ويبتغون على المعبودين، هذا ظاهر جدا. ده كلام شيء ترجيح، احنا قلنا دلوقتي حالا اهو ان الصحيح عموم الايه، الصحيح عموم الايه في كل من ذكر وغيرهم ممن يعبد من دون الله وهو يتعبد لله، هو يتقرب الى الله، او عندما كان حيا كان يتقرب الى الله، اذا قلنا عزير لأن عزيرا قد مات، وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء، ومع ذلك فهم يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إما الآن كالملائكة وعيسى في السماء والجن الذين أسلموا وقت نزول الآية، أو كانوا يتقربون إلى الله عندما كانوا أحياء. قال أيهم أقرب مبتدأ وخبر، يجوز أن يكون أيهم أقرب بدلا من الضمير في يبتغون، والمعنى يبتغي أيهم أقرب وسيلة إلى الله، هي الاتفاق العلماء على أن الوسيلة هنا بمعنى القربة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون أن يكونوا أقرب من غيرهم، أن يكونوا أقرب إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي مخوفا لا أمان لأحد منهم، فينبغي أن يحذر منه ويخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. ميزانان هي يعني فعلا ميزانان أقرب، يعني لابد أن يجتمع. هو في الحقيقة في كل الأوقات، وليس ده زمان وده زمان، هو الخوف والرجاء لابد منهما، والقرب دليل على الحب، فهو طلب الحب إلى الله عز وجل. إن رجح أحدهما وبطل الآخر، يعني زال بالكلية، لو زال الرجاء بالكلية فقد صار اليأس، واليأس ينقل عن ملة الإسلام. وإذا بطل الخوف بالكلية حصر الأمن من مكر الله، ولذا قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وهذه الآية رد على الزنادقة الذين يقولون نعبد الله حبا لا خوفا ولا رجاء. الله قد وصف حال المقربين إليه، الملائكة أو عيسى وعزير أو الجنيون أو كل من يعبد من دون الله، الذين امتدحهم الله عز وجل: هل أنتم أفضل من عيسى؟ هل أنتم أفضل من الملائكة حتى تقولون لا نريد الجنة ولا نخاف النار؟ الكلمة الفظيعة المنسوبة لرابعة العدوية، ولعلها أن تكون لم تقلها: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. نعوذ بالله، هذا لا يقوله مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحولهما ندندن. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يدعو دعاء إلا دعا فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقنا عذاب النار، والأبرار يقولون وقنا عذاب النار، وأولياء الله العلماء يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم يرجون الرحمة ويخافون العذاب، وأنتم تزعمون أنكم من حبكم لله لا ترجون الجنة ولا تخافون من النار. نعوذ بالله. وبعضهم اخترع أنواعا من الزندقة والكفر، فقال أحدهم: برئت من الولاية، أو قريب من هذا الكلام، إن دخل أحد من مريدي النار. واحد تاني يقول: إذا يعني كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم فلا يدخلها أحد، يعني خلاص مش هيخلي ربنا يدخل حد النار حتى الكفرة، والعياذ بالله. هذه زندقة، لكن للأسف أنها انتشرت في وسط يعني أهل الخرافة. الحمد لله الذي أزال عنا ذلك برحمته. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.